المريخ في برج الجوزاء، زاوية قدرها 120 درجة لبلوتو في برج الدلو في 22 يوليو. في 20 يوليو ينتقل المريخ إلى برج الجوزاء في جانب متناغم لتراجع بلوتو. يمكن لهذه الكوكبة النشطة للغاية أن تثير الكثير من الغبار في المزيج المتناغم بين علامتين هوائيتين. المرء قادر على تحويل الألم والصدمة إلى أفضل الدوافع للتميز والنجاح. موجة من الطاقة في المشاريع الإبداعية والارتباطات العاطفية. لديك إصرار وسط الاضطرابات، تثق في قدرتك على التعامل مع معظم الأشياء. قد تواجه أيضا مشكلة في الاستسلام لأنك تشعر أن الآخرين يعتمدون على قوتك وقدرتك على التحمل. إذا استسلمت فربما تخشى أن تنطفئ الأضواء مع كل الأشخاص والمشاريع التي تزودها بالطاقة. أنت عرضة للانطلاق بعمق في أي شيء يجذب اهتمامك. يمكنك إظهار مستوى من الالتزام والحماس لما تفعله. لا يمكن أن يضاهيه شيء، ثم يجب أن تكون حريصاً على ألا تتحول حمايتك إلى انتقام، لأن الآخرين لا ينسجمون مع الهدف الشامل. حتى لو لم يكن هذا هدفاً حددته أنت، يجب ألا تغفل أن علاقتك بهذا الهدف هي علاقتك الخاصة وليس علاقة أي شخص آخر.